يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كشف الشبهات أن الإكراه يكون بالقول والفعل ولا يكون بالقلب، فما مراده بهذا الكلام؟ نعم، ما أحد يكرهك على قلبك، هذا ما يسيطر على القلب إلا الله جل وعلا. أما الناس يمكن يكرهونك على الكلام، يكرهونك على الفعل، يجبرونك عليه، أما القلب لا، ما أحد يجبرك على ما في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.